6 شهور ومازال ما دخلش بها بالقذف السريع، وهو جاي مع نسيبته. حقيقة هذه أول نوبة تنشوف شي راجل يعني جاي للعيادة مع نسيبة ديالو. بعد نوبات حقيقة واحد نوبة كانت واحد السيدة، ولكن الأم كانت جابت ولدها لأنه يعني تزوج ومازال ما دخل بها. هذيك الأم مازال تنعقل، يعني كانت قالت لولدها ويعني تتسبو، وانت ماشي راجل، وانت حشمتي بينا، وانت كذا وانت كذا، وداك الكلمات تتعرف راجل يعني لا بغيتي تقتلو تقول له انت ماشي راجل، وخصوصا راجل مثلا ما يقدرش يدخل بالمرأة، يعني تيكون مأزم وطلع له الدنيا في الراس، وكان يجبر راسو كاع يديرو تحت الارض، ويتصاب بالاكتئاب وبالقلق وبالخوف والهلع والضغوط، تعرف الضغوطات النفسيه مثلا ديال الناس، هذا تيهضر من هنا وهذا من هنا والعائله، وطبعا الراجل ما تيرضاش، مشكل. المهم هذه الحاله ذات الشاب هذا ملي دخل يعني نقولوا المكتب، قال له يلاه تزوج هذه واحد 7 شهور. قلت له شنو المشكل ديالك؟ قال لي انا دابا تزوجت هذه 7 شهور وهذه تقريبا مازال ما دخلتش بالمرأة. قلت له كيفاش مازال ما دخلتيش بها؟ علاش؟ منك اولا منها ولا منكم بجوج؟ حيت راجل مثلا بعد نوبات ما تيدخلش بالمرأة، تقدر المرأة يكون عندها مثلا تشنج مهبلي، يقدر يكون عندها خوف، حالات الخوف، يقدر يكون راجل عنده الفشل، او لا يقدر يكون عنده قذف سريع، او لا ما عندهش الرغبه، او لا بزاف ديال الامور، او لا يكونوا بجوج كاع. المهم قلت له واش عندك قذف سريع؟ قال لي هذاك هو المشكل اللي عندي، وقما تنجي نقرب لها يعني تنقذف، ومني تنقذف تيفشل لي وما تنقدرش ندخل بها. قلت له الرغبه الجنسيه كاينه؟ قال لي كاينه الحمد لله، ما عنديش اشكال، تتشرب لا تتكمل لا، ما تيتعطى مخدرات، ما حتى شي حاجه، تيخدم على راسو، مؤدب ومخلق الحمد لله. حنا دابا في الفحص راه تنشوفوا، حيت انا طبيب نفساني وطبيب يعني مختص في الجنس بجوج. بالمناسبه رقم الواتساب هو 06 64 00 95 50، او 06 64 00 33 30، ورقم العياده 05 22 26 90 52. طبعا كما اشرت يعني انا طبيب نفساني، تنعالجو يعني للفصام، للمخدرات، للادمان، الرهاب الاجتماعي، كل انواع القلق، كل انواع الخوف، كل انواع الاكتئابات. المهم قلبته كذلك، يعني سميتو هذا الاختصاص ديالي عاوتاني من الناحيه الجنسيه. المهم الذكر ديالو مزيان عادي نورمال، والخصيتين ديالو مزيانين، ما عندوش شي اشكال يعني طبيعي. يقدر مثلا تتقلب، ما يمكنش مثلا يجيك الراجل ما دخلش بالمراه وما تقلبوش، ما يمكنش. اي راجل تيجي للعياده اللي من ناحيه اضطرابات جنسيه تنقلبوا باش نشوف يعني الفوله ديالو كي دايرين، والذكر ديالو كي كاين، واش كاين شي مشكل في الذكر، واش كاين شي مشكل في الخصيه، واش كاين شي مشكل في دوالي الخصيه. المهم تيكونوا بعد نوبات مشاكل كثيره. المهم هو طبيعي الحمد لله، يعني هو عنده رغبه، ولكن دابا القذف السريع هو اللي مشكل. قلت له علاش تعطلتي يعني 6 شهور هكاك باش عاد يعني لاحظتي هذا المشكل هذا؟ طبعا عليه ضغوطات، لان قلت له شكون السيده اللي جات معك؟ قال لي نسيبتي. وهذه اول نوبه تيجيني يعني للمكتب يعني العروس وجاي مع نسيبته، ماشي مع يماه. شي نوبه كانت جات شي وحده شي واحد مع يماه، كانت يما حاره يعني هكاك، وتتسبو وتقول له انت ماشي راجل، وانت كذا، وانت حشمتي بينا. تتعرف الراجل مثلا ملي يتزوج وما يقدرش يدخل بالمراه، بحال ضربتيه بالقنبله الذريه مع الحالو يعني العائله ديالو، ولا العائله ديال المراه، والمجتمع والاصدقاء، وكل شيء تيتكلم يعني بداك الافكار، هو مثقف ولا الجن العاشق ولا كذا، كلها خرافات. والواحد الا وقع له هذا المشكل يعني عادي عادي. واحد راجل هو دابا السيده عمرو في حياته ما كانش عنده علاقه جنسيه، اذا اول علاقه جنسيه راه يفشل فيها مؤكد، لان راه يقذف بسرعه، ومني راه يقذف ما راه يبغيش يقوم الذكر ديالو، ما راه يدخلش بها، ومني ما راه يدخلش بها راه يتازم، ومني راه يتازم راه تولي المشاكل وكذا، الضغوطات من ناحيه المراه، الضغوطات من ناحيه العائله ديالها، والضغوطات من ناحيه العائله ديال الراجل، وهو
يعني ما تيرضاش ويقدر يتصاب بالاكتئاب، ولا تصاب بالاكتئاب الرغبه تتنقص له، ولا نقصت له الرغبه الذكر ما راه يبغيش يقوم، والخوف من الفشل يؤدي الى الفشل. المهم قلت له شكون السيده هذيك اللي جات معك؟ قال لي نسيبتي. قلت له ماشي مشكل، مزيان الحمد لله. على اي حال من حق ام يعني العروسه حتى هي، لانها هي تصابت شويه من العائله وكذا، على انها تجي مع يعني العروس وتشوف، سواء يجي معاه مثلا شي واحد من العائله ديالو ولا من العائله ديال العروسه، قبل ما الانسان يوصل للطلاق والكذا. ولا كان مشكل هي بسيط، هذا بالحالة هذا السيد هذا حاله بسيطه، يعني عنده قذف سريع، وداك القذف السريع هو اللي تيؤدي به انه يقذف دغيا وما يقدرش يدخل بها. المهم يعني قلت له خرج انت، ودخلت انسيبه يعني النسيبه ديالو، امراه محترمه هي. قلت لها جلس لالا مرحبا بك. قلت لها راني قلبت يعني راجل بنتك اللي هو العروس ديالكم، ودابا الحمد لله ما عندكش من تخاف، راه الذكر ديالو عادي طبيعي، والخصيتين ديالو عاديين وطبيعيين، والحمد لله. المشكل اللي عنده، عنده فقط القذف السريع، وداك القذف السريع انا نسيطرو عليه ان شاء الله، نعطيه شي دواء ونعاونو شي حاجه وراه يدخل بها في هاد الايامات. وكان جبتيوه لي كاع شحال هادي النوبه الاولى، علاش غتساينو؟ قلت لي انا ما كنتش عارف الشريف. ودابا يعني حنا تنشوفوا لي فيديو ديالك في اليوتيوب فيسبوك وداكشي، وهي طلعتي لنا بارازار داكشي باش جينا عندك. قلت لها مرحبا لالا، ان شاء الله راه يكون خير باذن الله. اذا فعلا يعني مثل هاد الحالات بحال هكا، ملي تيكون راجل يعني درويش، اغلبيه راجل درويش واول علاقه جنسيه، راه يقذف بسرعه، انها راه الا قذف كما اشرنا بسرعه راه يفشل الذكر وما راه يقدرش يدخل بها، وهادي 6 شهور. اذا من الافضل يا اما ملي تتكون الحاله بحال هكا راه تجي من قبل كاع، قبل الزواج، باش نشوفوا الشخصيه ديالك، وإلا كان عندك قذف سريع وشنو النصائح اللي نعطيوك باش يعني تدخل بالمراه وما يوقعش هاد الفضيحه، وهادي 6 شهور والضغوطات النفسيه مسكين عليه وعلى العائله ديال العروسه ولا العائله ديالو هو. اذا يعني مثل هاد الحالات هادي، وما كان يوقع مشكل بحال هكا ما تمشي ولا فقي، لا فقيها لا رقيه لا رقنا، هذا الشيء كلام يعني اللي ما عنده حتى اساس من العلم. واش مثلا الراقي راه يخلي الذكر ينتصب مزيان باش هو راه يدخل بها؟ واش الراقي راه يفهم يعطي الدواء ديال القذف السريع؟ اش من ثقاف هاجل العاشق والكلام الفاضي كلها خرافات، وما حصناش يبقى تعمروا وقتكم وعقلكم بهاد الخرافات هذه، لان راه طولوا الامور، والا طولتي الامور تطول الضغوطات، والراجل مازال ما دخلش بها. اذا حنا عطيناه الدواء ديال القذف السريع، عطيناه شي دواء كذلك باش يكون انتصاب يعني مزيان، لان يعني دابا حنا عندنا الغرض الاساسي شنو هو؟ هو يدخل بها، يعني لا دخل بها راه يرتاح هو ان شاء الله، وراه ترتاح يعني اهل يعني الزوجه ديالو، وراه يرتاح كذلك اهل الزوجه اهل يعني ديالو، وهو خصوصا راه يرتاح، لان كما اشرنا الراجل ما تيقدرش يدخل بالمراه تيكون في واحد الحاله نفسيه سيئه للغايه، وما راه يرتاح حتى يدخل بها ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله الامور تمشي بخير باذن الله، وانا مؤكد من الكلام اللي تنقول، لان هذا المجال ديالنا مجال العمل ديالنا، وباذن السميع العليم باذن الله الامور تحل والامور تمشي مزيان. اذا نتمنوا فهمتي هذه الحاله هذه، نتمنوا تشاركونا في فيسبوك دكتور بنياشو، في يوتيوب دكتور بنياشو، في انستغرام دكتور بنياشو، وفي تيك توك دكتور بنياشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، نقوم بفحوصات في الطب النفسي، طيب تنهضروا على الطب النفسي، الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، الرهاب الاجتماعي، التخوفات، لاغورافوبي، ليفوبي، كل انواع يعني الوسواس القهري والاكتئاب، وكل الاشكال ديال الطب النفسي. كذلك يعني في الاضطرابات الجنسيه اللي هو توا التخصص ديالي، في المخدرات، في التدخين، مرض السمنه، ويعني العلاج السلوكي والمعرفي. إذا إذا كان عندكم، نتمنوا الأسئلة تكون ديالكم في سطر واحد، ما تنديروش استشارات هاتفية، وما تنردوش على الأسئلة ديال الناس. هذا الواتساب خاص فقط الناس اللي حصهم الفحص، هنا ما عندناش الوقت تماما. رقم الواتساب هو 06-64-00-33-30 أو 06-64-00-95-50 06-64-00-95-50، ورقم العيادة 05-22-26-90-52. لا كنت باغي الفحص تقول كود أو لا أوكي. شكرا لكم.